ربنا يرحمها ان شاء الله. نروح مع حضراتكم بعد كده للأزهر الشريف بعد حادث مريم، وهو عقد هنا ورشة عمل موسعة لشباب الجامعات المصرية. ده كان بعنوان الشباب والمؤسسات الدينية، اسمع واتكلم. ده كان بحضور الدكتور عباس الشومان وكيل الأزهر، وأيضا ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي. خلينا نروح نشوف هذا التقرير. انطلاقا من الدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف وإيمانا منه بدور الشباب في هذه المرحلة، نظم مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكتروني ومركز الأزهر للترجمة ورشة عمل موسعة لشباب الجامعات المصرية بعنوان الشباب والمؤسسات الدينية اسمع واتكلم، والذي أقيم تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبحضور كل من وكيل الأزهر وعدد من ممثلي وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي. هذا الحوار وهذه المناقشات الحرة بين جامعات شباب جامعات مختلفة وفي حضور بعض المسؤولين دون تأثير على مجريات الحوار بينهم، أعتقد أنها ستكون مفيدة وتحقق التكامل المنشود. الهدف المؤتمر أن احنا زي ما قلت في الكلمة أن احنا نملأ الفراغ أو نبدل ما ملئ في هذا الفراغ من أفكار قد تكون لها نوايا غير سليمة، ونعيد الشباب إلى سيرته الأولى. بيتم رصد هذه الحوارات ثم نبدأ نحن في تقييم أنفسنا واختيار اللغة والطرق والأساليب والوسائل المناسبة للشباب. ورشة العمل التي أقامها مركز الأزهر العالمي ومركز الأزهر للترجمة ضم نخبة من شباب 17 جامعة مصرية لتعزيز جسور الحوار والتواصل بينهم وبين المؤسسات الدينية، حيث أعرب الطلاب المشاركين عن مدى سعادتهم بهذه الورشة. المشاركة بتاعتنا النهاردة في ورشة العمل بتكون عبارة عن الكلام النهاردة عن العولمة وعن الهوية وعن أسباب الشعور بفقدان الهوية وعن الهوية الدينية والهوية الوطنية، هل هما ما بينهم تكامل أو في تعارض ما بينهم؟ أنا سعيدة جدا أن أنا شاركت في حاجة زي كده، لأن حاجة زي كده أكيد هنستفاد منها كتير، وفي تفاعل ومشاركة من كل الجامعات، فده حاجة كويسة جدا. أنا مبسوطة جدا أن أنا موجودة هنا في قاعة المؤتمرات، أن أنا أشارك في ورشة العمل الموجودة هنا النهاردة، وأنا شايفة أن دي فيها إفادة كبيرة جدا للطلبة هنا اللي موجودين معانا. هنا موجود أكتر من كذا جامعة. مركز الفتوى الإلكتروني يعد الهدف منه هو ضبط الفتوى في المجتمع والحد من فوضى الفتاوي ونشر الفكر المعتدل من خلال الفتاوي الوسطية. ورشة عمل جمعت العديد من شباب الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة تحت ريادة الأزهر الشريف لخلق حالة من الحوار لمعرفة كيف يفكرون وكيف يكونون قوة حقيقية لدعم صحيح الإسلام. أحمد عبد الستار، الحياة اليوم.